الموضوع اللي هنتكلم فيه عن إدارة الجودة الشاملة، مادة أساسية للتطوير التنظيم، هي أساسية من أدوات التطوير التنظيم. نتكلم عن مقدمة عن مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ولمحة تاريخية، مفاهيم منظم الجودة، ومفاهيم مفهوم إدارة الجودة الشاملة، مبادئ دورة الجودة الشاملة. المقدمة: الجودة من أهم القضايا اللي بتهتم بيها القيادة الإدارية للمنشأة اللي بتسعى لرفع الأداء من الناحية الإنتاجية والخدمية، وبتعتمد القضية دي على الأسلوب الاستنتاج والإدارة في بناء نظمها الداخلية ورسم سياساتها الاستراتيجية. عمليات التصنيع بتركز على معرفة وقياس خصائص المنتج المراد تصنيعه، والمنشآت الخدمية بتركز على معرفة وقياس مستوى رضا العملاء وتقليل الآثار السلبية. التحديات اللي بتواجه القطاع الخاص والحكومي: نقص الموارد وحدة المنافسة والتغير التقني وتغير تفكير العملاء. أهمية الجودة: تقديم أكتر بموارد أقل وضرورة تطبيق مفاهيم الجودة. ده المرحلة الأولى التفتيش، ودي كانت من القرن 19 للقرن العشرين لأوائل القرن العشرين. المرحلة الثانية كانت مراقبة الجودة من العشرينات للخمسينات من القرن الماضي. المرحلة الثالثة مرحلة التأكيد عن الجودة من الخمسينات للستينات. ثم المرحلة الرابعة الإدارة الاستراتيجية للجودة، ودي بتمتد للوقت الحالي. هاجي قدامنا المراحل: تطور الجودة، مرحلة ضبط الجودة، مرحلة الجودة الإحصائي، ضبط الجودة الشامل، ثم إدارة الجودة الشاملة، ثم السكس سيجما. بتعد الجودة أداة فعالة لتطبيق التحسين المستمر لجميع نشاطات النظام في أي منشأة. من غير تحقيق التحسين في النشاطات والعمليات الداخلية، بترتبط الجودة بجميع نشاطات المنشأة، هيستعمل على استبعاد غير الصالح منها سعيا وراء رضا العميل. لو جينا لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، ده ظهر كعنوان شامل عام 1988 ليعبر عن عملية تحسين الجودة. تعد إدارة الجودة الشاملة أسلوب من الأساليب اللي بتستخدم لإدارة أي منشأة، تشتمل على وصف العمليات الإنتاجية والتعديلات المقترحة اللي بتساعد على تحسين الجودة بشكل مستمر. شكل إدارة الجودة الشاملة مجموعة من التنظيمات الاستراتيجية طويلة الأجل اللي بتساعد على تقديم مبادرات التحسين المستمر من خلال جميع الأقسام. من أهداف إدارة الجودة الشاملة التحقق من مفهوم الشمولية والتكاملية. الشمولية يعني التوسع في مستوى الخدمات اللي بيتوقعها العميل. التكاملية يعني اعتماد النظم الفرعية في المنشأة على بعضها، التكامل الأفقي بين النشاطات المختلفة. دلوقتي سيارتر بيحدد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خلال 3 طرق: مفهوم الإدارة الشاملة المبني على أساس العملاء، مفهوم الإدارة الشاملة المبني على أساس النتائج، مفهوم الإدارة الشاملة المبني على أساس الأدوات. عندنا تونكس بإدارة الجودة الشاملة: اشتراك والتزام الإدارة والموظف بترشيد العمل عن طريق توفير ما يتوقعه العميل أما يفوق توقعاته. يعني أنا بشتغل بنحلم بدل عن فوق ما يتوقعه العميل بنقول. بتتضمن التعريف ده 3 عناصر مهمة: أول حاجة المشاركة، الإدارة والموظفين لازم يبقوا مشتركين وملتزمين. تاني حاجة إن إدارة الجودة الشاملة طريقة لتأدية العمل، مش مجرد برنامج ناجح وفاقد، لكن دي طريقة لتأدية العمل. نمرة 3، اعتبار العميل وتوقعاته هدف لتحسين الجودة. يعني احنا بنحسن الجودة عشان نوصل لتوقعات العميل مننا. في تعريف تاني لإدارة الجودة الشاملة بيقولوا إن هي مجموعة من التنظيمات الاستراتيجية طويلة الأجل، بتساعد الإدارة على توفير مبادرات تحسين مستمرة من خلال جميع أقسام الإنتاج.
ممكن تنطلق من أحد الأقسام، وبمرور الوقت ومرور الزمن هيشترك فيها كل الأقسام عشان في تداخل في الأنشطة بين الأقسام المختلفة. في مثلا ارتباط على سبيل المثال بين دالة الجودة ومراقبة العملية الإحصائية وتحليل الوقت والتخطيط الاستراتيجي، بحيث يصبح ممارسة عناصر الجودة من قبل جميع أقسام المنشأة هدف بيسعى إليه الجميع. معهد الجودة الفيدرالي بيعرف إدارة الجودة الشاملة إنها نظام إداري استراتيجي متكامل بيسعى لتحقيق رضا العميل، هنا بيركز على رضا العملاء، والفلسفة دي تطبيقها بيتحط مشاركة جميع المديرين والموظفين، يبقى هو بيركز على المشاركة وبيركز على رضا العميل، بيركز على استخدام الطرق الكمية لتحسين العملية الإدارية بشكل مستمر. من التعريفات السابقة هنلاقي في عدة خصائص مشتركة للجودة، استعمال الحقائق والبيانات الدقيقة والكافية لاتخاذ القرار، يبقى لازم يبقى عندنا حقائق وبيانات عشان نقدر ناخد القرار السليم. اشتراك جميع الأفراد في دورات الجودة أو فرق تحسين العمليات، فيها نوع من أنواع المشاركة بين جميع العاملين. التحسين المستمر للعملية والمنتج، التحسين المستمر ده خاصية أساسية في إدارة الجودة الشاملة، هي أساس إن هي عملية مستمرة لكل الأنشطة والعمليات اللي بتقوم بيها المنظمة. تلبية احتياجات العميل وتوقعاته، لازم نشتغل على أساس إن إحنا نكفي أو نتوصل لكل توقعات العميل من مستوى الخدمة أو السلعة المقدمة ليه. استعمال أساليب إحصائية أساسية لقياس الجودة، يعني بنقوم باستخدام العلم واستخدام الأساليب الإحصائية لقياس الجودة. يبقى دي الخصائص الأساسية لتعريفات إدارة الجودة الشاملة، فيها مجموعة من الخصائص الأساسية مهما اختلفت التعريفات إحنا قلناها اللي هي الخصائص دي. لو جينا نعمل عملية مقارنة بعناصر الجودة في الإدارة التقليدية والإدارة الجودة الشاملة، أول حاجة تعريف الجودة في الإدارة التقليدية موجه للمنتج مطابقة المواصفات. في إدارة الجودة الشاملة موجه للعميل مطابق لمتطلبات العمل. لو جينا للعنصر التاني اللي هو الأولوية، هنلاقي في إدارة الجودة التقليدية موجه الأولوية موجهة للتكلفة والجودة بعد الإنتاج، أما في إدارة الجودة الشاملة موجهة الأولوية للتكلفة وجودة مساوية وجودة مساوية للإنتاج. لو جينا للعنصر الثالث اللي هو الفحص، هنلاقي الفحص بعد عملية الإنتاج في الجودة التقليدية ومبنية داخل عملية الإنتاج في الجودة الشاملة. لو جينا للقرار، هو قرار قصير المدى في إدارة الجودة التقليدية وطويل المدى في إدارة الجودة الشاملة. لو جينا لتوجه الأخطاء، موجه للعملية وفي سماح للفقد والتصحيح في الإدارة التقليدية، أما في الجودة الشاملة في النظام ككل بدون سماح للخطأ. لو جينا للتوجه للتحسين، في تحسين فني للعملية في إدارة الجودة التقليدية وفي تحسين مستمر لجميع العمليات. لو جينا للمسؤولية، قسم ضبط الجودة في المسؤولية ومشاركة الجميع في إدارة الجودة الشاملة. لو جينا لحل المشاكل، المدير المباشر أو خبير بالنسبة للجودة التقليدية، فريق العمل والمشاركة بالنسبة للحل. هنا بنبص على مكونات إدارة الجودة الشاملة. عندي في التصميم والتطوير المبني على ترجمة رغبات العميل إلى مواصفات، اللي بيجي من أبحاث السوق وتعرف على رغبات العميل ومعلومات المنافسين. يبقى إحنا بنعمل أبحاث لنتعرف على رغبات العميل ومعلومات عن المنافسين، وبعدين بنترجمها للمواصفات، وبنعمل عملية التصميم والتطوير، وبعدين بنخطط الإنتاج وندبر الاحتياجات. الاحتياجات ممكن تبقى مواد وآلات وأفراد، وبعدين نقوم بالعملية الإنتاجية. بعدين بنقوم بعملية التفتيش والاختبار للمنتج، وبعدين بنقوم بعملية النقل والتخزين والتعبئة والتغليف والمنوع للمنتج، وبعدين بنقوم بعملية التسويق والبيع والتوزيع للمنتج، وبعدين بعد ما بعنا بنقوم بعملية تركيب وتدريب العميل على التشغيل وتوفير المراجع الفنية، وبعدين بنقوم بخدمة ما بعد البيع والصيانة، تقديم المشورة والإصلاح
وتوفير المراجع الفنية. يبقى السيركل بتستمر، وبعدين نعمل تاني أبحاث للسوق لتعرف على رغبات العميل، وبعدين نترجمها المواصفات، بعدين نصمم ونطور المنتج، بعدين نخطط الإنتاج، وبعدين نوفر الاحتياجات، وبعدين نقوم بعملية الإنتاج، وبعدين بنقوم بعملية الفحص والاختبار من الجودة، وبعدين ننقل نخزن ونعبي ونغلف، وبعدين نسوق ونبيع ونوزع، وبعدين بنركب ونوفر المراجع الفنية، وبعدين نوفر خدمات ما بعد البيع ونعمل صيانة، ونرجع تاني لنفس السيركل أبحاث السوق. ده عشان نحقق أهداف الجودة في النص، نحقق أهداف الجودة اللي هي ربحية عالية، واللي هي إرضاء العميل، واللي هي وضع تنافسي أفضل. خلينا كده نبص على أساسيات الجودة. إحنا عايزين أداء العمل بدرجة صفر من الأخطاء، عايزين التميز في تقديم الخدمة، عايزين التحسين المستمر للجودة، عايزين التركيز على العمليات، عايزين التركيز على نظام الوقائي. في ظلال نرتقي في الشروط اللي يجب إن إحنا نوفرها، نرتقي لمستوى توقعات المستفيد متلقي السلعة والخدمة، أن يرضى على الخدمات المقدمة ليه وطريقة تقديمها، أن تكون خالية تماما من العيوب الشوائب، أن تقدم الخدمة بأقل تكلفة، أن تتلائم الخدمة مع المواصفات والمعايير المحددة سلفا، أن تحقق الهدف من أجله وتم تقديمها بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة. يبقى دي أساسيات الجودة، ودي شروط يجب أن تتوفر لتحقيق هذه الأساسيات عشان نحقق الأهداف اللي هي زيادة الإنتاج، واللي هي تخفيض تكاليف التشغيل، واللي هي القضاء على الأخطاء والعيوب والإهدار وإعادة الأعمال، واللي هي تحقيق رضا العملاء التالي. عندنا في مراحل لتطبيق إدارة الجودة، المرحلة الصفرية اللي هي الإعداد، مرحلة ثم التخطيط المرحلة الأولى، ثم تقويم المرحلة الثانية، ثم التطبيق المرحلة الثالثة، ثم التنويع المرحلة الرابعة. مبادئ إدارة الجودة الشاملة، يمكن يكون في إجماع كبير على تحديد المبادئ الرئيسية لنظام إدارة الجودة الشاملة، اللي هي ضرورة التركيز على العميل والاحتياج، التوجه بالعميل ده أساس في الجودة الشاملة، الدور اللي بتقوم بيه القيادة ده مهم، توسيع المشاركة بين الموظف والتعاون بين الأفراد بدلا من المنافسة. دي الأساسيات اللي بتقوم عليها مبادئ إدارة الجودة الشاملة. ده نظرة في موضوع إدارة الجودة الشاملة. شكرا.